لعله من أكثر المشاريع في العراق فساداً وهدراً للمال العام. إنه مشروع التطوير الأمني في صلاح الدين، أو ما يعرف بالكاميرات الحرارية، والذي أبرم في آذار عام 2019 بحقبة المحافظ الحالي عمار جبر بتكلفة تصل لأكثر من 29 مليار دينار. التطور البارز هو حصول قناة دجلة على تقرير سري خطير لديوان الرقابة المالية صادر في 23 من شباط العام الحالي وموجه إلى هيئة النزاهة. ويرصد التقرير 43 مخالفة صارخة في المشروع، وهذه أبرز المخالفات لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية. عدم إرسال العقد لديوان الرقابة رغم أنه يزيد عن 10 ملايين دولار، كما أن العقد أدرج ضمن مخصصات إعادة الإعمار ودعم عودة النازحين رغم أن المشروع مخصص لتجهيز كاميرات مراقبة وسونارات. عدم التأكد من رصانة الشركة الهنغارية قبل إبرام العقد، وبعد تصفية الحسابات مع الشركة تبين أنها غير مسجلة وليس لديها أي وكيل في العراق، كما أن الجهة المستفيدة من العقد وهي شرطة صلاح الدين لم تعد تقريرا فنيا يتضمن المواصفات الدقيقة للمشروع، إلى جانب خروقات صارخة في خطابات الضمان والكشف التخميني. ولا تقتصر المآخذ على ذلك، بل وصل الأمر إلى تزوير تواقيع وكتب رسمية، إذ يكشف التقرير السري عن قيام ما يعرف بلجنة الغيار بتزوير تواريخ بعض الكتب، ليتبين لاحقا أنها صادرة خلال أيام العطلة، أي الجمعة والسبت، ليتوافق مع تاريخ سند صرف أكثر من 5 مليارات و700 مليون دينار. وليس هذا فحسب، بل إن ذات اللجنة وافقت على شراء 6 سيارات نوع GMC و6 سيارات نوع سلفادور دون حذف بعض الفقرات من العقد، ما أدى لزيادة المبالغ المصروفة إلى أكثر من 1 مليار دينار. إلى جانب المغالاة في الأسعار، حيث وصل الفارق بين أسعار الكشف التخميني والأسعار المحلية أكثر من 9 مليارات دينار. ويكشف التقرير الرقابي تأخراً في تجهيز بعض المواد المدرجة في العقد، حيث وصلت في 6 حزيران عام 2020، أي بعد 9 أشهر من تصفية حساب الشركة المنفذة أجهزة سونار، وعند معاينة المواد تبين أنه لم يتم نصبها وتشغيلها بداعي عدم حضور المهندسين. ولا يتوقف الإهمال عند هذا الحد، بل إن كثيراً من بنود العقد لم تنفذ رغم صرف مبلغ العقد بالكامل. غير أن الأدهى من كل ما ذكر هو تواطؤ مديرية التخطيط والمتابعة في المحافظة مع عرابي مشروع الكاميرات المشبوهة، فخلال ردها على استفسارات ديوان الرقابة أجابت بأن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى 100%، في حين أن مديرية شرطة صلاح الدين أكدت أن نسبة الإنجاز لم تتجاوز 75% لعدم تجهيز قسم من المواد وعدم نصب الأجهزة في بعض الأقضية. نسخة من هذا التقرير الخطير إلى الجهات المعنية بمكافحة الفساد لاتخاذ ما يلزم.